بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار. وكانوا للصنم ساجدين كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفنته ويدعي للهدى والنور. فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين بعلم ودين. وكان المرسى عالجودي ونوح قال للحياة عودي. وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري سلام الله عليك يا نور. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد اكتمل بناء السفينة، اكتمل بعد سنوات من العذاب مع هؤلاء العصاة، فماذا أنت فاعل يا نوح بعد ذلك؟ ماذا فعلت يا نوح فينا بكل ما تقوله لنا من تخاريف وأساطير يا كنعان؟ أما أنا لك أن تعود للحق وتؤمن بدعوة أبيك؟ أنا لا أؤمن إلا بآلهتي. كانوا رجالا صالحين، أقام الناس لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله. أتريد أن تقول إن الآلهة كانت تعبد إله نوح؟ هم ليسوا بآلهة يا أخي، هم عباد صالحون، ولكنكم قوم ضالون مضلون. لا، لن أرجع عن عبادة الآلهة، ولسوف ترون الهزيمة قريبا. إنك لا تهدي من أحببت، هذا ابن نبي الله وما زال على ضلاله. من هذا الذي تجرأ وحرق قصر السراجي واختطف ابنته في ليلة عرسها؟ من هذا؟ شائك ومهدي يا سراجي ورفاقهما، خطفوا عروسي، سرقوا فرحتي. وأين ذهبوا يا سامق؟ وأين كان حراسك وقتها؟ ماذا تقول يا سراجي؟ أين كان حراسك وقت أن خطفوا ابنتي؟ وأين كان حراسك وقت أن حرقوا حديقتك وقصرك؟ يبدو أن الحرب لم تنتهي بعد. ليس لهم أي أثر في القرية. ابحث عنهم في كل مكان، ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض. أشعر أننا مقبلون على أيام عصيبة يا سراجي. لا أعرف كيف أشكرك يا مهدي. الفضل في هذا لشائك وطاغورة وأوجينا. كدت أفقد الأمل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا أعرف بماذا يشعر أبي الآن، ولكنني لم أجد حلاً غير ذلك يا مهدي. لعل هذا الأمر يجعله يعيد التفكير فيما يفعل. لقد حرقوا كل شيء من أجل إفساد ما يفعله نوح. والله متم نوره. وماذا نحن فاعلون يا مهدي؟ لقد جئنا إلى هنا كي نجمع هذه الأخشاب. نعم، هنا أشجار كثيرة جدا، كم أنا سعيدة. سنجمعها ثم نعود بها لبناء السفينة. من منكم يعرف أين ذهب مهدي بعوزاء؟ من يعرف منكم سوف أعطيه هذه الجوهرة الثمينة. من يدلني على وجود هوزاء ومهدي سوف يكون من رجال الآمنين.
أين ولدك يا قويسة؟ لا تقل ولدي يا أمير، لا تقل ولدي، فأنا لا أعرف عنه شيئاً ولا أريد أن أعرف. أين ولدك يا قطار العجوز؟ أين يا عجوز القرية؟ هوزاء! 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 أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ هوزاء! أين أنت يا هوزاء؟ عودي إلي يا هوزاء! أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ يا هوزاء! هوزاء! أين أنت يا هوزاء؟ أين أنت يا ابنتي؟ هوزاء! عودي إلي يا هوزاء! لماذا تبعت أبي نوحاً؟ لماذا؟ لماذا تبعته يا هوزاء؟ هوزاء! 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 لماذا تبحث عن هوزاء يا كنعان؟ ماذا؟ أبحث عن هوزاء كي أعيدها إليك يا أمير. هل تحب هوزاء يا كنعان؟ أريد أن أعيدها لعبادة الآلهة ثم أتزوجها. من الذي اختطف ابنتي؟ من؟ لا أدري، المهم أن تضع يدك في يدي لنعيد هوزاء يا أمير. لكنك إذا ما تزوجت هوزاء كان هذا عار كبير. أنا أحب هوزاء وأكره دين نوح وأتبع نفس دينك. ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين. ابحث معنا. هيا يا مهدي، هيا، نريد أن ننهي مهمتنا قبل أن يعرفوا مكاننا. هذا ما أخشاه يا شائك، هذا ما أخشاه. إذا عثروا علينا فلن يتركونا أبدا. وستعود هوزاء إلى السراجي والصامق، وهذه مصيبة كبرى. استريحي أيتها الأميرة، ودعينا نحن نقوم بقطع الأشجار. ولماذا لا أعمل معكم؟ لأنك أميرة ولم تتعودي على مثل هذه الأشياء. أنا أفعل أي شيء من أجل نبي الله نوح. الحمد لله، إننا على الحق، نتبع دين نوح عليه السلام. لا أدري لماذا لا يعود أبي إلى رجده ويسلم لله وجهه. لأنه يخشى على ملكه وسلطانه. وهل اتباع الحق يمنعه من الملك والسلطان؟ بالطبع لا، ولكنه متمسك بغيه وضلاله. اللهم اهد قلب أبي. القرية كلها تبحث عنكم يا مهدي، القرية كلها ستنتقم منكم يا مهدي. أين أنت يا ولدي؟ احذر يا ولدي، أخشى عليك من غضب القرية كلها يا مهدي. you
لقد تعبت أنت اليوم يا أوجينا. كل شيء يهون في سبيل الله أيتها الأميرة. لست أميرة، بل أختك في الله. نعم، أختي في الله، وسنظل هكذا طوال العمر. أخشى أن يعثروا علي فيعيدوني مرة أخرى. لن تعودي ولو كان الثمن روحي. ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم. أنتظر لحظة النصر على هؤلاء الأشرار. ولكن نوحاً أكثر صبراً يا يافث، لم ييأس من روح الله أبداً، بل ظل متماسكاً طوال الوقت. لا أدري متى يعود هؤلاء الضالون عن ضلالهم. أهل الباطل مصرون دائماً على عنادهم، يعلمون الحق ومع ذلك يحبون مخالفته، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اللهم انصرنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. شائك، لقد أنجزنا شيئا عظيما. نعم أنجزنا، المهم أن ننتهي قبل أن يصلوا إلينا. أتمنى وأدعو الله أن يتم علينا نعمته يا شائك. نعم، لابد من استكمال بناء السفينة. يا هوزاء، هوزاء يا ابنتي. أين أنت يا ابنتي؟ يا هوزاء! أبي، لقد اقترب من هنا يا أوجينا، ماذا أفعل؟ لا تخافي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.